أنا كأستاذة وكمديرة وكأستاذة في التخصص الشرعي في الفقه والأصول أقول هذه لم يقلها شرع ولا قانون، والواجب لها من عقوبة رادعة قاسية جدا لهؤلاء. هذا فعل شنيع لا يتوافق مع الطبيعة البشرية والطبيعة الإنسانية. ممكن السيدة الفاضلة قالت قضية حجاب ما حجاب، في الشرعي وفي القانون لا فرق بين المتحجبة والغير متحجبة، لا فرق بين من يصلي ومن لا يصلي. هذه أمور ترفع لله سبحانه وتعالى ولا أحد يحاكم الناس عليها. والأستاذة زاهية مثلا مع الإعدام إذا ثبت أنا أنه هو القاتل، أنا إذا قلتي لي هل مع الإعدام، أنا أقول مع القصاص اللي هو الإعدام في الأخير هو الإعدام. يعني من القرآن يعني، لأنه لما نقول القصاص، قصاص له شروطه وله كذلك أحكامه، ما هوش إعدام لأجل لا شيء، فيه أحكام يجب أن تحقق حتى